بتقولي انك بتحبيني وما بتقدري تبعدي عني نهائيا، بس دائما بتشكي فيني شو ما عملت. لا تنسي انه عم يستغل اختك الصغيره لمصلحته. شو هالرساله اللي بالغرفه؟ اختي حياتي هلا بخطر كبير، وهن كانوا عم يحاولوا يقتلوني كمان. معقول ديب؟ بس ليش لحتى يحاول ديب يقتل اختك يا؟ لا مستحيل يصير هيك شيء، انا ما رح اسمح لهم انه يصير كيا هالشيء. هذا هذا مخدر. كيا 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 وينك؟ ليش عم تصرخي هيك؟ شبك بنتي شو في؟ كيا ما عم لاقيها لاختي. معناها شو في داعي تصرخي هيك؟ يمكن تكون طلعت وهلا بترجع. لا كيا ما طلعت لمحل، في حدا اخذها وراح. شو في هدول؟ انا لقيتهم بغرفتها، الورقه وهذا المخدر. يعني كيف تختفي كيا من هالبيت؟ انا لازم لاقيها. سمعت عن قصص بين الحماية والكنة، بس هالاتفاق بين العم والكنة مميز. شو اللي صار؟ ليش انتوا الاثنين هيك خايفين؟ ديب وينك يا؟ شو عملت باختي؟ تذكر شغلة واحدة ديب، انه انا دائما كنت سامحك على افعالك، بس هاي المرة الموضوع بخص اختي وانا ما رح ارحمك ابدا. انت تلعبت بحياتي بس ما رح اسمح لها تتلعب بحياتها ابدا. خبرني وين ديب؟ يلا قلي هلا شو عملت فيها. بنتي ما رح يرد عليك بهالطريقة ابدا. انا هلا رح علمه درس. احكي وينك يا، وإلا رح ضل أضربك وعزبك لحتى تحكي. وقف. إذا المرة الجاي شو هالتصرف السيء يا ديب؟ هاد بيكون أبوك، ولهالسبب أنا كنت عم أتحمل ضربه وساكت، بس كيف بيتجرأ إنه بترجاك؟ لا أنا ما بعرف وين ممكن تكون كيا، بس وين ما كانت هي رح تكون بأمان. ما في أي حدا بيقدر إنه يأذيها غيري أنا، ما في حدا تاني بيقدر يعمل أي شيء. أهلين أروهي، أنا كنت ناطرك أنت بالذات. تعرفي أنت ومعك عمك، بصراحة حاولتوا كتير أن توقفوا بوشي بس ما قدرتوا، وأموري وصلت للمكان الصح اللي كنت عم أسعاله، وأنتوا ما قدرتوا تعملوا أي شيء أبدا. لازم تهنيني هلأ ما هيك؟ لهيك يلا خلينا نحتفل مع بعض. خدي هاي كاستك. انت قلت لي من قبل انك رح تجيب لي اختي سالمه.
وشو اللي عم تعمله؟ انت قاعد عم تحتفل بفوزك هون؟ هاي القصة مانا مسحة ديب، هالشي بخص اختي. لك لأي مستوى انت وصلت؟ فهمني شو اللي عم تعمله. اختي خلص، لبقى تلومي السيد ديب. كيا شكرا للقدير. كيا انتي رجعتي. كيا انتي بتعرفي قديش انا قلقت عليكي. قليلي وين كنتي؟ في حدا غلط معك بأي شيء؟ أنا لقيت شقفة من رسالتك بالغرفة أنت كنتي عم تقولي فيها شيء عن ديب. شو هو هذا الشيء؟ احكي كيا. اسمعيني، لا تخافي من حدا، بتقدري تقولي أي شيء. شو اللي عملوه معك؟ أنت ما بتعرفي مع مين قلقتي. الشخص اللي كان سبب جيتك لهون، هذا الشخص بيقدر يعمل أي شيء. كيا شوفي أختي، أنت شو هي اللي عم تحكي؟ وشو الرسالة هي اللي عم تحكي عنها؟ أنا ما كتبت رسالة، وأنا ما كان بدي خبرك أي شيء. أنت كنتي كاتبة رسالة. كيا ما في داعي إنك تخافي من حدا هون، أنا أختك معك. إيه؟ ديب عمل شي معك؟ حكيلي شو الشي اللي كنتي بدك تحكيه عن ديب؟ هو اللي خطفك ما هيك؟ احكي بقى ولا تخافي. اختي انت جنيتي شي؟ السيد ديب مو ممكن يخطفني، هو مو ممكن يعمل اي شي غلط معي. الصراحة السيد ديب هو اللي انقذني. اذا انا هلا وافق قدامك فهالشي بسببه. لو ما كان هنيك ما حدا بيعرف شو كان صار لي، وكمان السيد ديب شخص منيح. بترجاكي لا بقى تحطي الحق عليه أبدا. كيا أنتي شو الشي اللي عم بتقولي؟ بكفي يا روهي، عم تحكي كتير، مانك شايفتيها لأختك خايفة؟ كيا روحي على غرفتك وارتاحي. استني، ما في داعي لحتى تقليلي شكرا، لأنه صرتي بتعرفي أنه أنا ما بعمل أي شي من دون أي سبب. شو مفكرة؟ رح يكون تأخر كتير الوقت لما تقدري تعرفي وتفهمي كيف أنا بفكر. تعرفي إنك حلوة كتير وأنتي معصبة؟ لازم نحتفل لأنه كيا رجعت. أنا كنت نايمة بغرفتي، كيف إجيت لهون؟ مين في هون؟ حدا يقلي مين جابني لهون؟ بترجاك خليني روح. شو هاد؟ بترجاك قلي مين في هون؟ لا وقف، في حدا هون؟ لا لا
أروهي أنتي متأخرة 4 دقايق. أنتي كان لازم تكوني حرة من أكثر من 7 دقايق. ما كان عندك مشاكل مو هيك؟ طيب على أي حال، أنا بعرف أنك رح توقعي بصدمة كبيرة بخصوص أنه ليش عملت معك هيك شيء، بس لازم تتذكري أنه أنا اللي قلتلك إياه مو هيك؟ بأنه ما حدا بيعرف شو رح أعمل أو حتى أيمت، بس أكيد بتعرفي أنه في دائماً سبب وراء أي شيء بدي ساويه. كان في سبب كبير تماماً من وراء اللي صار معك، لأنه أنا ما كان بدي قتلك. لو أنه بدي قتلك فليش لحتى زدتلك السكين؟ أنا بس كان بدي إياكي تخافي وترتعبي كتير، فهماني؟ لأنه أنا متعود أني أتحمل نفس الخوف والألم كل يوم وحتى كل لحظة. الظاهر كتير صعب أنه أنا أفهمك ديب، كتير صعب. لا تحاولي حتى أنك تفهمي. شو اللي بدك يا؟ ويا ترى شو اللي بدك تعمله لسه ديب؟ بالأول أنت أنقذت لأختي، وهلأ جاية وعم تلعب بمشاعري كمان؟ بعد كل هاد شو لسه بدك تساوي؟ أنت بتعرفي شو اللي جبتي؟ هذا بارود، وأنت بتعرفي شو اللي رح يصير لما بيجتمع النار والبارود؟ الانفجار. أنا متأكد إنه ديب بده ينفذ شي كبير كتير، وشو ما كان اللي بده يصير أكيد هو شي خطير. السيد ديب منيح، لو ما كان هنيك ما حدا بيعرف شو كان صار فيني. بترجاك لا، ديب ما بيقدر يعمل أي شي من هاد. إذا بدنا نعاقبه لديب فأنت لازم تخطي خطوة كبيرة. لازم تحطي كاميرا بغرفته لديب وانتبهي كتير منيح. ديب ما لازم يكون عنده أي فكرة عن هذا الشيء. يلا نزلني بسرعة. أنت أكيد عم تحلمي. ديب، أنا شو قلت لك من قبل؟ لا بقى تتجسسي علي ولا على شغلي. أنت عنيدة كتير وأنانية. أنت ما بتفكري غير بحالك وبس. شكلك ما بتحبي عيلتك أبداً، وما بدك إياهم يضلوا مبسوطين. اسمعني منيح، روح وهدد حدا تاني غيري. أنا ما رح خاف منك على عيلتي نهائياً، وحتى لو وقفت رح يكون في حدا عم يتجسس عليك. فهم هالشي منيح؟ ما رح وقف لحتى أحصل على أجوبة على كل أسئلتي، ورح أتدخل بكل أمورك الكبيرة والصغيرة. إذا عجبك هالشي ولا لا؟ إذا عندك مشكلة بهالشي تفضل أعطيني أجوبة على كل أسئلتي. لحظة شوي، شو هاد؟ بالأول تارا وبعدين نيترا وهلأ هي، مين هي؟ شو بتقصد بهالشي؟ مين بدك تقتل كمان ديب؟ ليك ديب، أنا بعرف إنه بدك تصير أقوى وأغنى رجال بالعالم، وهالشي بعرفه كتير منيح، بس أنا ما كنت بعرف إنك رح تضحي بالناس كرمال هاد الشي. قلي مين هو هدفك ديب؟ قلي هلأ مين بدك تقتل، وليش عم تتلعب بحياة الناس؟ ليش عم ترتكب كل هالجرائم البشعة؟ قلي ليش ديب؟ روحي واسألي عمك عن كل هذا الشي، هو اللي رح يجاوبك. أنت بدك تعرف الحقيقة لكان روحي واسألي.
حصلتي على الأجوبة؟ بتمنى أنه يكون عمك جاوبك على كل الأسئلة اللي كانت عندك. ديب بكفي، حاجتك تمثل علينا كلنا. إذا أنت مفكر أني رح أتركك بهالسهولة فبتكون كتير غلطان، لأنه هلأ أنا ما بقى رح رد عليك وأسمع منك بالمرة. أنا مستحيل أرجع أعمل هالشي. أنت شربتني السم اللي أنت حطيته بحياتي شوي شوي ديب. صح أني حبيتك كتير، بس هلأ من اليوم ورايح ما بقى رح رد عليك ولا أحسب لك حساب. أنت بعمرك ما كنت صادق معي أبداً ولا هميتك بأي شي ديب. أنت كل عمرك كنت بعيد عني، بس أنا بعرف هلأ شو أعمل. أنا إلي حق أني أعرف كل شي عنك. ليش ساكت؟ ليش ما عم تحكي؟ مشان المصاري ولا الشهرة؟ أنت ممكن تساوي أي شي وتأذي أي شخص بس لحتى تلعب بحياة الناس. ليش عم تدمر حياة الكل هيك؟ ليش بدك تقتل كل اللي حواليك؟ شو نوع الأيام اللي منحب نعيشها؟ قديش عدد الأسرار اللي رح تنحل؟ أنت كتير مبسوطة بكشف الحقيقة، بس بتقدري تتحملي هي الحقيقة؟ أنا رح أقلك الحقيقة كلياتها، بس مشان هذا الشي بالأول لازم تجي معي. ديب؟ شو اللي عم تعمله؟ ليش عم تضحك علي؟ اللي شو بدك تعمل هلأ؟ ليش ربطتني هيك؟ لا تعالي ديب، لا بترجاك. شو احساسك اروهي؟ شو هو احساسك بشوفتك الموت قريب كتير للمره الثانيه؟ هذا اللي كان يصير بحياتي بكل لحظه وكل ثانيه كمان. حياتي دائما بتكون قريبه من الموت، لهيك تعودت انه العن حالي وحياتي كل يوم وكل لحظه. لهالسبب انا تركت عايش بس لحتى احس بالموت كل يوم وكون قريب منه. ايه مزبوط، انا بدي اصير قوى واغنى رجل بالعالم كله، ما حدا يقدر يكون مثلي بالمره، وما في حدا بالعالم كله ممكن يوقفني. انا قادر استخدم اي حدا قدامي، ما في حدا مهم بالنسبه لإلي، لا ابي ولا حتى انت. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.